القضايا الإقليمية المرتبطة بهذه الأزمة، زي ما كنت أنا بأشير في الأراضي السورية ومناطق النفوذ وتوقيع اتفاقيات على دي تحت النفوذ التركي، دي تحت النفوذ الأمريكي إلى آخره، دي الروسي وهكذا. صحيح. هو في الحقيقة واحدة من قضايا الخلاف الرئيسية، وأنا هحاول أتكلم بسرعة عشان نلحق، أنه قضية إدلب، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية لها تصور جديد للشرق الأوسط في القواعد القديمة اللي احنا عارفينها عنه فيما يتعلق بخطوط الدول حدودها، هي لها رؤية أخرى. تركيا شايف أن ده تهديد، ومن ثم لجأت إلى التنسيق مع روسيا ومع إيران فيما يخص السياسات المتبعة في سوريا. واحدة من المشاكل الرئيسية مدينة إدلب. مدينة إدلب في الحقيقة أهميتها إن هي مش بس هي على الحدود التركية، ومش بس لو تم محاولة تحريرها من العناصر الجهادية اللي دعمتهم تركيا للدخول للمدينة هينتج عنها مشاكل عسكرية، لكن هي فيها حوالي 2.5 مليون مدني، من ثم هيبقى في كوارث في مجازر مدنية، زائد إن لو حصل عملية عسكرية الناس دي هتخرج تروح فين؟ ففي أكتر من سؤال حوالين المسألة. لجأت تركيا إلى التنسيق مع كل من روسيا وإيران. الهدف الرئيسي لتركيا هو إحباط المخططات الأمريكية لإنشاء دولة كردية. يعني زي ما حضرتك عارف إنه الأكراد 20% من الشعب التركي، وكل الفواعل الرئيسية العسكرية حتى بما فيهم قادة البي واي دي اللي بتدعمهم أمريكا هم أتراك مش سوريين. لأن أساسا الأكراد الموجودين، ده موضوع كبير، الأكراد الموجودين في سوريا أصلهم في الأساس تركي. مش سوري، كرد تركي، مع السياسات من أيام مصطفى كمال أتاتورك وانتهاك حقوق الأقليات كانوا بيهاجروا الدول الجوار. واحدة من دول الجوار اللي استقبلتهم وفتحت لهم أبوابها هي سوري. الهدف إنه ضرب كل السياسات الأمريكية فيما يتعلق بإنشاء دولة كردية تطل على البحر المتوسط، لأنه جزء من مشكلة رئيسية من عدم إقامة إنها منغلقة. فكل الناس بتتكلم إن كردستان العراق مغلقة من كل الحدود، لكن في الحقيقة في حد معاه أكراد سوريا، فأكراد سوريا ده ممكن يبقى منفذ ليهم. وعملوا اجتماع الشهر اللي فات وانتخابات داخلية ومحلية. بالظبط. هو دلوقتي مطلوب إن الدولة اللي أمريكا بترسم لها دي إن يبقى لها منفذ بحري، المنفذ البحري الوحيد هو عن طريق مدينة إدلب. مين اللي يخش مدينة إدلب؟ مفروض الاتفاق التركي الروسي الإيراني، إن الإيرانيين من الجنوب، الروس من خلال عمليات عسكرية من الجو، والأتراك من الشمال، والهدف بعد ذلك هو السيطرة على مدينة عفرين اللي هي في الحقيقة مدعومة فيها البي واي دي المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم تدخل تركيا في مواجهة غير مباشرة مع البي واي دي وليس مع جبهة النصرة كما يقال في أغلب الـ وسائل الإعلام وأغلب التقارير.